اعتقد في لقاء اليوم. لكن ادي التمريره الاماميه والمحاوله اللي موجوده. عبد الله السعيد يسلم كره جميله جدا، المره دي انطلاقه عرضيه جوه منطقه الجزاء، محاوله من مصطفى كريم، الجول الجول، صقر العراق مصطفى كريم. حقك تفرح وحقك تغني، مالت لناحيتك ومالت لكفتك. اه يا ليلي عليك يا مصطفى يا كريم، يا مصطفى يا مصطفى بنحبك يا مصطفى. هو ده اللي بيقوله جماهير النادي الاسماعيلي، والمعاناه لكن المهاره بالاستلامه باللف بالدوران على اليسار على اليسار على اليسار، على شمالك على شمالك يا زمامش، ولكن هنا مصطفى يا سلام عدلها سددها. صعبه صعبة 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 في نهاية الشوط الأول، وفي الدقيقة 44 مصطفى كريم اللاعب العراقي المحترف واللاعب العربي